ويسعدني ان يكون معايا رئيس الكتيبه الاذاعيه الكبيره ناديه مبروك. بقول لحضرتك مليون مبروك على عوده اوسكار الشرق الاوسط. الله يبارك فيك. الحقيقة احنا كلنا سعداء طبعا بعودة أوسكار الشرق الأوسط، لأن الحقيقة استفتاء الشرق الأوسط السنوي بيتمتع بمصداقية شديدة جدا على مدار عمره كله، لأنه دايما الحقيقة بيبقى شفاف تماما وبياخد رأي الناس بمصداقية بدون أي تحيز لأي حد بدون أي ضغوط. فالحمد لله احنا النهاردة سعداء بأن احنا رجعنا تاني. طبعا ببارك لحضرتك مرة تانية. الحقيقة بعد ثورة يناير حاجات كتير قوي افتقدناها في الإذاعة المصرية، وعلى إيد حضرتك ابتدت ترجع، يعني الدراما الإذاعية ابتدت ترجع، أوسكار الشرق الأوسط. تذكري إيه تاني رجعتيه؟ هو عموما يعني هي الحياة كلها بدأت ترجع، فلازم الإذاعة كمان عودة الروح. يعني كل حاجة بدأت ترجع، فشيء طبيعي ان احنا كمان نرجع. بدأنا ننظر للإذاعة في حاجات كتيرة كانت ناقصانا، بنحاول ان احنا نكملها، قد تكون حاجات لوجستية كمان بدأنا ان احنا الحمد لله بدأنا نرجعها. يعني دلوقتي كمان عندنا محطة جديدة بس تجريبي لسه، يعني مسبير وفأم، دي إذاعة التراث، ودي كان الحقيقة الناس كلها بتنادي بيها وعايزاها من زمان، والحمد لله يعني البس تجريبي مبشر، فإن شاء الله ربنا يسهل ويبقى ليها موجة مستقلة، ودي تبقى حاجة كويسة إن شاء الله للإذاعة. يعني أضواء المدينة دي بقى اللي فعلا بنفتقدها بجد، امتى هترجع؟ والله الفكرة موجودة، ويعني مش هقولك سر ان احنا بنسعى بقوة، بنسعى بجد مش مجرد كلام، واتمنى ان سعينا ده ان شاء الله ربنا يوفقنا فيه بإذن الله. طبعا بتمنى مع حضرتك ان ده يحصل، ودايما الاذاعه المصريه ستظل في الرياده. والمصادفه الجميله ان النهارده يوم الاذاعه العالمي. ده الحقيقه برضو المناسبه جميله، النهارده يوم الاذاعه العالمي واوسكار الشرق الاوسط، وبكره عيد الحب، فيا رب كده ان شاء الله مناسبات جميله دايما لينا كلنا، وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه، ميرسي يا فندم. شكرا.